اتفضلي يا اختي الشاي. عمايل ايدي. بصي دوقي كده. اجيب لك سكر ولا لا؟ لا كويس. طيب. الله تسلم ايدك. تسلم. عن اذنكم خمسه هتكلم في التليفون، اعتذر عن الظروف. اتفضل. مساء الخير يا حاج. يسعد مساك يا ابو نسب. ايه عجبتهم الشقه؟ مبسوطين منها قوي. وكان هيلاقوا زيها فين في عز ازمه المساكن دي؟ يحمدوا ربنا وبوسوا ايديهم وشوا ظهر. عن اذنك يا حاج هستعمل التليفون. اتكلم بس ما تطولش. مقفول. عن اذنك المفتاح. حط قرش في الحصاله. طب والنبي على ما اتكلم تعمل لنا ورقه لحمه احسن، عندنا ضيوف الليله يا حاج. ومعاك تمنها كده ان شاء الله. الحساب يجمع يا حاج. يبقى مفيش داعي تعزم حد. خلي الطابق مسطور ولا قد لحافك. مد رجليك يا حاج. يا حاج ارجوك ما تحرجنيش، دول ناس اكابر وجمايلهم عليا طول عمرهم. عايز تجامل جامل من جيبك، وعلى راي المثل اللي يفنجر يفنجر من جيبه كده. هو طب عليا اليمين من بيت ايزا بس ولا كلمه. عايزنا اقطع لك منين؟ ريش وبتلو يا معلم. حاضر من عينيا الاتنين. يا نعم. شيرين التليفون. حاضر اهو. الست ذكيه جوزها سعالي كمساري الاتوبيس، والست حلاوتهم اللي فوقيك متجوزه الحاج متولي صاحب القهوه اللي قدامنا. شرفت الحته يا عروسه. احنا يا اختي هنا كلنا مع بعض زي السمنه على العسل. هو الاستاذ جوزك بيشتغل فين؟ في شركه تامين يا اختي. عشان انت من اولاد الشركه احنا موافقين، بس المرتب مش هيكون هو بتاع زمان، 9 جنيه. ها موافق ولا؟ يا استاذ اربن يا حبيبي احنا مش محتاجين الموظفين ده، بس عشان خاطرك. تحت امرك. مدحت خد الاستمارات دي وانزل اشتغل، وعاوز اشوف نشاطك. يلا يلا ما تضيعش وقت. فكيها اديني السبب. في عنده كوسه للست سميحه والخيار واتصل وقطه اديهم لها. من عينيا. ايوه شاطرين، العبوا كده حلوين مع بعض. عيونك يا ست الكل. صباح النور. سيبها بعت لك الامانه دي. ميرسي قوي. ما يلزمكيش ايوه حاجه تانيه يا اختي. ما عنديش بابور جاز. من عينيا اجيب لك بابورين جاز. ميرسي قوي. اتفضلي يا اختي الوابوره اهو. ميرسي قوي. العفو. عايزه حاجه تانيه؟ ميرسي. تسلمي. كتر خيرك. ايه يا مدام اللي انت بتعمليه؟ هروق لك الصاله. روحي انت يا دوبك تلحقي تطبخي. اطبخ؟ ميرسي.
مدحت تعال الحقني، مش عارفه اولع الوابور. طب اوعي انت، اوعي. هي الكوسه بتتعمل ازاي؟ نعم انا خربت الكوسه لكن مش عارفه بتتعمل ازاي. طب خد انت القطعه عصريها. هايل. انا طباخ ماهر، 10 سنين في الغلب ده. تعال معلم، تعال تعال. اخطف رجلك لحد دكان ابوكي وهاتلنا منه كله سنس. رحت له ما رضيش يديني. روحي له تاني وقولوا له جوزي رام عليا يمين لازم بالله احمى. واذا ما ادانيش؟ يا طير واعملي له شويه الاباندا. يا وليه تلحلها حبتين. ها؟ اتعلمي من جوزك شويه تمثيل ينفعوك. والله ما في حاجه جايبانا كافيه غير التمثيل بتاعك ده. ارجوكي لا. كله الا كده. اوعي تعيبي في الفن احسن دي تبقى هنا لا تختفر. ازعل منك يا حب. اخصمك ولا اقولكيش ولا كلمه حب تاني. دلولة التمثيل يا منايا. ما كنتش حفظت ولا كلمه حب من اللي بداوا بقلب كبير. كانت حياتنا بقت جافه ممله. سيبها كفايه كده. قطعت انا هروح لاخو. على الله لاقيه. مش هتعب والله. مالك يا مدحت متضايق ليه؟ لا ابدا، بس بفكر في شويه حاجات كده. ما تخافش، هتروح بكره مع بنت الاستاذ بهاء المدرسه. وانت كمان لازم تبتدي تذاكر وتروح الجامعه. كم دعم؟ اتفرج قبل. فلوس الجاهزة؟ مش تسأله الأول؟ ده كم دعم محترم؟ 12 جنيه. لا، يبقى ما أنتش عايز تبيع بيها بالصلاة على النبي. ده راجل فقير وعلى قد حاله زي حالتنا. من غير فلوس. اتفضلوا، جوه في حاجات أحسن. اتفضل. اهلا، اتفضلي يا ست فكيه. سي مدحت كان قال لي سي بهاء عشان الست ليلى تروح المدرسه. جهزتيها يا اختي عشان اخدها معايا؟ دقيقه واحده. ليلى يا ليلى. ايوه يا ماما. تعالي يا روحي. تعالي يا حلو. هتروحي المدرسه مع سميره صاحبتك. هي العربيه جت؟ لا، المدرسه قريبه. هتروحي مع طنط فكيه. باي باي يا ماما. باي باي يا رحمان. يلا يا ليل. يلا يا حبيبتي. استاذ مدحت، استاذ مدحت. ايوه بهاء. بتعمل ايه عندك؟ بذاكر شويه. ما تيجي اما اسمعك الدور الجديد اللي انا بحفظه. ولا اقول لك اتفرج عليا من عندك. ايها القمر. ها؟ ايها القمر. ايه؟ لا تختفي قبل ان تشهد حبي العظيم لك. ايتها النجوم، ايتها النجوم، لم تهربين خلف السحابه البيضاء؟ اني ها هنا معها. اصطعي من اجل حبنا والا ف
الويل لي. برافو. مع السلامة. الله يسلمك. هترجع امتى؟ انت عارفة مش قبل 10-11 بالليل؟ انت بقالك على الحال ده كتير يا مدحت. معلش هانت، ربنا يقويني ونخلص الكلية السنة دي. باي. عليكي تعملي في نفسك كده. انت ليه سبت الفيلا؟ ده انا فوجئت بخبر وفاه المرحوم والدك بعد ما رجعت من السفر. امال فين ليلى؟ في المدرسه. مدرسه ايه؟ مدرسه هنا جنبنا. اتفضل. ماشي. الحمد لله. راجل محظوظ. انا كنت متردد في مجيئي هنا، كنت خايف الاقي مدحت فيحرجني. مسير اشوفه في ظروف احسن من كده. اشوفك بخير والحمد لله اني اطمنت عليك. على فكرة مفيش داعي تقولي له اني جيت. ها؟ في ايه يا ست فاكيه؟ انت العادي بتتخانق مع جوزها طول النهار، حسهم عليه كده. معلش، عن اذنك يا ست فاكية. استريح شوية من المذاكرة قبل ما احضر لك العشاء. ايه الهيصة دي يا سميح؟ ده الاستاذ علي السواق بيزعل المدام زكية. نعم. الاستاذ علي السواق لا بيبطل زعيق ولا هي بتسمع الكلام، انما برضه هم ناس طيبين. ليلى نامت قبل ما تتعشى. خليها نايمة وانا صاحي، وان قامت هاكلها. طب انا هسهر جنبك. مفيش داعي يا حبيبتي تتعبي نفسك. انت طول النهار تعبانة في شغل البيت. طب مين هيعمل لك القهوة والشاي؟ ميرسي يا حبيبتي، مش عاوز. وانا عاوزت هقوم اعملها. منور قلتي وطن. اصلي مش هيجي لي النوم الليله. نجحتي نجاح منقطع النظير. طب يا بهاء. هو
اي نعم يا جملة يتيمة ما فيش غيرها، انما راكبة عليا وما فيش حد يقدر يقولها زي العبد لله ما يقولها. ما اعطلكش القصد. السلام عليكم. مع السلامة يا بهاء. اسمعها لك. لا لا ما ينفعش هنا، لما اخلص امتحان ابقى اعزمنا انا والمدام على المسرح. كده طيب، نفسي مستمع واحد يسمعني بمزاج. السلام عليكم. سلام. ايه يا سميحة، انت صحيتي ولا ايه؟ مش جاي لي نوم. اعمل لك قهوة نشربها سوا؟ والله ايه فكرة. سميحة أنا آسف إني أزعجتك، الحقيقة مش عارف أنا جيت هنا إزاي، لقيت نفسي بخبط على بابك. أنت عارف إن لو ميت هتعرف إنك بتيجي هنا. مش سميحة أرجوكي ما تسيئيش الظن بيا، أنا من ساعة ما عمي طردني بالبيت وأنا بتعذب، حتى لما اتجوزت كنت فاهم إن ممكن الجرح يلتئم، لكن مفيش فايدة. سميحة أنا تعذبت كتير، أنا مش طمعان في أكتر من إني أشوفك. خد أنت لك عندي 10 جنيه عمولة شركة الجازوزة. 10 جنيه بس؟ ده انا يطلع لي فيها 25. يا سلام عليك يا اخي، ما تحمدش ربنا ابدا، خد وانت ساكت. سميحة. أيوة مدحت. إيه مالك؟ تعبانة. في إيه؟ حاسة بحاجة؟ لا مفيش، تعبانة. طب قومي حضري لنا لقمة ناكلها. الأكل عندك في المطبخ. وأنتي مش هتاكلي معايا؟ لا ماليش نفس.